بعد ما فرضت الحكومة مؤخرا ضرائب جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بلشت انعكاساتها تترجم بحياة المواطن اليومية خاصة بالأسواق. فكيف عم يلمس التجار وأصحاب المحلات ارتفاع الأسعار والزيادات الضريبية على السلع، وقديش مدى انعكاسها على الزبون؟ بالمجمل كان قانون إقرار الضرائب كان يعني سلبي على المواطن وعلى المجتمع بشكل عام. هلا احنا كتجار تأثرنا شيء بسيط، بس هو اللي صار انه في بعض المستوردين حاولوا يرفعوا الاسعار بطريقه عشوائيه، وكان احنا كتجار يعني عم نحاول ما نرفع الاسعار لانه الحاله الاقتصاديه للمواطن بشكل عام سيئه. هو عم بيزيد عليه، بس هو ما بده يزيد. هو بيقول هيك، انا اذا بدي يزيد ما بقعد بيع، لا خليني على الاسعار، زيد علي وما زيد على انا مثلا على التياب حتى العالم ما تعود تشتري. كنا متوقعين قبل اقرار الضرائب كنا عم نشتغل عادي يعني مثل بقيه كل الناس، بس بعد سلسله الرتب والرواتب بتحس انه البلد صار في خوف عند الناس. يعني بتسمع من كل الناس بيجوا عندك، كل شيء غلي كل شيء غلي، حتى بالنسبه لنا كل شيء غلي، بس احنا بعدنا محافظين على اسعارنا. لا فيك تغلي على الزبون ولا فيك تعمل شيء، اقل شيء 10 او 15% الفاتوره طلعت عنا يعني المشتريات كلها مواد اوليه. هلا الاسعار بعدها على حالها مبدئيا، بس انما بتحس في زودات عم تطلع هيك تصاعديا. لحد هلا صرنا حاسين ب 7% بهالبضاعات اللي عم نقدر نفوتها على المحل لنرجع نبيعها، ومين بيعرف شو بجد بعدين، الله عليم. عم نحاول نترك السعر ذاته لنقدر نشتغل نوعا ما، يعني هيك شيء حبريح الشغل، مش عم نقدر نستفيد كما يجب. وما فينا هيك، اصلا ربحنا قليل صار، بطل مثل الاول. هلا فاذا بده يغلوا تي في مثلا اما شيء مضطرين بدنا نغلي. عن حقيقة الزيادات الضريبية اللي بلشت تشهدها الأسواق، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إنه القرارات الضريبية يفترض تنفيذها بداية السنة اللي جاي، وأي زيادة ضريبية على السلع قبل هالوقت غير قانوني وغير شرعي. اللي شهدناه نحن بالسوق خلال 15 يوم الماضي هي بداية ارتفاع ببعض السلع ببعض الأماكن بعد ما تعممت على الكل، وطالت المأكولات بالدرجة الأولى. القرارات الضريبية اللي نتجت عن سلسلة الضرائب الرواتب اللي أقرها المجلس النيابي والحكومة مفترض تبدأ تتنفذ بواحد واحد 2018، وبالتالي أي زيادة مسبقة هي غير قانونية وغير شرعية. القرارات الضريبية اللي نتجت عن السلسلة هي قرارات حكما رح تكون صعبة على الناس، لأنه بطال شيء معلن وشيء مش معلن. المعلن أنه 1% على الضريبة المضافة، واللي هي مفترض أنه تكون 1%، يعني السلعة الحقها 10,000 ليرة لازم تزيد 100 ليرة. فعليا وعمليا ما حدا رح يحط 100 ليرة على 10,000. كل التجار اللبنانيين بيتعاملوا بيتصيدوا فرص. قناص، التاجر اللبناني قناص. وعن دور وزارة الاقتصاد بضبط الزيادات العشوائية للضرائب على السلع التجارية، مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد لا تمتلك أي أدوات حقيقية لضبط هذا الموضوع، لأنه ما في قانون للمنافسة وما في شيء بيلزم التجار ما يزيدوش أسعار. لأنه اليوم بدون قرار مركزي من السلطة التنفيذية تقول مثلا أنه تجميد الأسعار إلا وفق الزيادات المحددة، 100 ليرة 100 ليرة مش بتصير 120 ليرة أو بتصير 1000 ليرة أو بتصير 2000 ليرة مثل ما عم بصير. إذن بعد كل اللي تبين من زيادات عشوائية للضرائب على السلع والخدمات، بيبقى السؤال اليوم، هل السلطة اللي عارفة بأوضاع الناس الاقتصادية المزري ورغم هالشي فرضت الضرائب عليها رح تهتم للتحرك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار؟ محمد زهوي، حسين هزيمة، تلفزيون نشرة.